لا بنهاوب ايه، ده مش تهرب ولا حاجه يا فندم. اصل المساله وما فيها ان انا الساعه 2 بروح الهلال الاحمر. الهلال الاحمر يا فندم بروح اتمرع بدم هناك لانهم محتاجينه قوي، اصل دمي من نوعيه نادره جدا فهم محتاجين دم هناك. نعم يا فندم. طب خلاص خلاص يا سعاده بيه، ما خلاص خلاص يا فندم، انا الساعه 2 بالظبط هكون عندي سيادتك. اوكي يا فندم. لقيته؟ ابدا، فصي ملح وجاب مش موجود في المعمل. هيكون راح فين؟ الغايب حجته معاه، بس الظاهر الست اللي اسمها ميسة فؤاد دي وليا علشانها لسانها طويل. هريري ماليش دعوه بيها. خلاص يا صلاح، خلاص يا صلاح، بارك لي، لقيت احسن حل للمشكله دي زي المحامين اللي لسه نازلين دلوقتي من عندي. اتفضل يا سيدي. ده المستند ما يخرش المره قدام اي محكمه من المحاكم. خلاص يا صلاح مشاكلنا اتحلت. ايه ده؟ ده اعتراف كامل منك بالنصب والاحتيال والتزوير. امضي يا صلاح امضي. انت بتهزر؟ الورقة دي دخلني السلم 10 سنين. لا ما تخافش. 10 سنين ايه؟ المحامين بتوعي يأكدوا ان الحكم فيها هيكون 3 سنين. 3 سنين بس. امضي. طب اسكت علي. فيها ايه 3 سنين؟ اعتبر نفسك مجند 36 شهر واني انا القائد الاعلى بتاعك وبأمرك عندما تكون جاهز امضي. لا يا علي لا. هريدي يا هريدي برضو. لا يا استاذ علي انا مش ناوي انتحر. فكر كويس يا هريدي، فكر كويس. معاش كامل لمراتك وولادك، احنا معاهم فلوس كتير يا هريدي، يعني ممكن يخشوا الجامعه، ممكن يتجوزوا، هيبقى معاهم فلوس كتير. بعدين انا هديهم مكافاه لوفاتك اثناء ساعات العمل الرسميه يا هريدي. ها فكر كويس يا هريدي. يلا يلا برضو لا يا استاذ علي. بطل يا علي بطل وسيبك في الكلام الفارغ ده يا اخ. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا اعمل ايه انا؟ انت مش عايز تنضف وهو مش عايز تنتحر، عايزني افضل كده اغرق من مركب لوحدي؟ اعمل ايه انا بس دلوقتي؟ اعمل ايه؟ فينك يا بابا؟ فينك يا بابا؟ تيجي تشوف اللي بيحصل لابنك. ايوه في واحد اسمه الدكتور. ايوه خليه يخش بسرعه. السلام عليكم. حضرات السادة الأفاضل، أقدم لكم الفنكوش. هو ده فنكوش؟ هو ده الفنكوش. ده فندام يعني 100,000 جنيه دعاية وبالآخر يطلع فندام؟ فندام ترماي حلاوة طحينية مش مهم، المهم يبقى عندنا حاجة نوديها لجنة التحقيق. هريدي على القسم الفني ورايا، عايزين يخلقوا لنا عيبة ما حصلتش للفنكوش ده في ثانية. كم 5,000 جنيه وشي احمر ويخضر واصفر عشان البتاع ده؟ لما تكون الواحدة بقرش هتبيع بملايين. طب ما هو الفندان الواحدة بقرش وما بتبيعش بملايين. جربها الأول. ما أنا عارف طعم الفندان. مش كل الفندان فندان يا علي بيه. دوقها الأول دوق. فندان. كملها. برضه فندان. طب تعال اقعد بس، رد الفعل بتاعها جاي حالا. مليح يا فنكوش. متهيألي اجرب الحمر. وانا متهيألي كفايه عليك كده. ده انا اداها ودود. انت انت منك انت 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 اعظم دكتور. اللي انت ماسكها في ايدك دي اللي بتقول عليها فندامه تعتبر قده في تاريخ الكيمياء البيولوجيه. صح صح. شكلها شكل فندام وطعمها طعم فندام، لكن تاثيرها تاثير ازازه ويسكي ومن الحجم الكبير كمان. انا قلت لحضرتك انه مش هيقدر يورينا وشه. اظن بقى دلوقتي مندوب السيد النائب العام ممكن يتصرف. احنا بعتنا للاستاذ عيد باعلان على قد محتوى، وعلى الله بقى ساعتها ما يجيش عشان يروح في حديد. انا اسف جدا، انا اسف جدا لحضرات، انا اتاخرت معلش، بس اضطريت اعدي على الشركه عشان اجيب ده. في حاجه حقيقي اسمها الفنكوش؟ طبعا يا فندم طبعا. هو انا معقول هعمل حمله دعائيه على حاجه ملهاش وجود؟ ده حتى يبقى نصب واحتيال. كده ليه يا لسه ميسه؟ حضرات الساده الافاضل،
معانا عسل الفنكوش وصل. حضرات الاساتذه اتفضلوا، افخر انواع الفنكوش، اتفضلوا اتفضلوا. أنسة مسا تحب تدوق؟ ايه ده؟ ده فندق محترم، هيكون فندق، امال هيكون ايه؟ كفته وكباب؟ والله مش بطال، ولا ايه رايكم يا جماعه؟ فعلا مش بطال قوي. إيه؟ حقيقي مش بطال؟ اه دلوقتي. لا والله مش بطال. اسمح لي بواحده تانيه. اتفضل يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا، كل واحد يعني يفنكش زي ما هو عايز. انت لسه تحب تاخدي واحده خضراء؟ سوري هو الفنكوش ده فيه كام لون؟ ست الوان يا فندم، ست الوان كده؟ اه يجرب الست الوان عشان نقدر نقيم السلعه كويس. فعلا. ايه رايكم يا جماعه؟ فعلا. اتفضلوا يا فندم، مد ايدك لحد، مد ايدك لحد ما ناديه. ايه اللي حصل؟ الاستاذ علي عبد الظاهر رئيس مجلس الاداره لقيناه فجاه اتقلب قلبه بقنبله وهجم على المدمزيل ناديه وكان عاوز. هو فين؟ الفنكوش! 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 اطلع يا ابن البناكيش، احنا بتوع الفنكوش! بتفكري في ايه؟ ارجوك تطمني، تاكدي ان كل حاجه تمام. تاكدي ان كل حاجه تمام. مدام ميسة احنا اتجوزنا. اتجوزنا اه. ولي قسمت الجواز على يد مأذون. ايه
بتاعك انت؟ ايوه. انسه ميسه، انسه ميسه، ارجوك تمالكي اعصابك. اهدي اهدي. ايوه اهدي ميسه. انت دلوقتي بقيت مراتي، ازاي؟ انا ما اعرفش. دي كارثه، دي مصيبه. مصيبه ان انا اتجوزتك؟ لا، ان انا اتجوزتك. انا هوديك في داهيه، هوديك في مصيبه، انا هدخلك السجن. ما 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 ما. ارجوك تفهميني. ممكن تفهميني؟ ممكن تجيب لي هدومي؟ نعم هدومي. هدومك؟ اه. طيب حاضر. هي ودي. يا نهار اسود، ده انت بتقولي هدوم فعلا كمان. طب حاجه غير هدوم. بس انا عايز اقول لسيادتك حاجه، يعني انت اكيد بتكرهيني، انا عارف انك انت بتكرهيني، بس قطعا بتحبيني، والا ما كنتش ترضي انك انت تتجوزيني. انت سكرتني، خدرتني. والله انا مش فاكر بالظبط، انما جايز يعني يكون ده حصل. اتفضل اطلع بره. لا ما هو من اول يوم يا ميسر. اطلع بره. ما انت شارق قوي صحيح، مش كده يعني. اطلع بره. ايه اللي كان خوفي ليه؟ لما بس حاضر حاضر. انا عارف انها صدمه ليكي طبعا، ومش معقول الا واحده تصحى من النوم الصبح تلاقي نفسها في اوضه نوم في القنده وجنبيها واحد نايم على السرير، اتضح انها متجوزاه من غير ما تعرف. مش معقول طبعا. بس انا كمان ما اعرفش، انا زيك، انا ما عرفتش انا كمان غير لما قريت الورقه بتاعت الجواز دي. بس عارفه شكلنا لايق على بعض. الاستاذ صلاح فؤاد حرمه، مدام صلاح فؤاد. يا مدام صلاح. يا تسمعك تقولها تاني مره. هل مدام صلاح فؤاد قال؟ ايه يعني؟ مش فاهم. بنات كتير قوي يتمنوا انهم يبقوا مدام صلاح فؤاد. طبعا بعد اللي عملته معاهم. ايه مش عارفك انت عملت ايه؟ ايه اللي عملت معاهم؟ كل واحد وهو صغير بيبقى له هفوات لما بيكبر. هفوات؟ قول كوارث. ميسه كده هنبتدي شهر العسل بطريقه مش هي الحقيقه. احنا هنبتدي شهر العسل بطلب الطلاق. طلاق ايه؟ هو احنا الحين نتجوز عشان الطلاق يا ميسه؟ تعالي نتفاهم نخش جوه نشوف. مفيش تفاهم. المدام صلاح فؤاد. ميسه 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 ايوه من فضلك، عايز 914-204. صلاح انت فين يا صلاح؟ انا في القرده يا علي، ما اعرفش جيت فيها ازاي. انا اقول لك، لازم اكلت من السم الهاري اللي اخترعه الدكتور فرانكشتاين اللي اسمه ايوب بتاعك ده. اه الفندق قال ده خمره مركزه يا استاذ. انا دلوقتي فهمت يا علي. علي اعضاء لجنه التحقيق حصل لهم ايه؟ البنهاوي بيه مسكوه في تواليت السيدات بتاع الهيلتون، وكمال بيه نزلوه بالعافيه من على مسرح كباريه في شارع الهرم، كان ماسك الطبله للرقاصه. نبيل بيه بقى جابوه من جنينه الحيوانات. ايه؟ جعفر بيه ابو مكارم؟ لا ده طلعوه من البحر قدام السويس. غرق؟ لا لقوه لسه فيه الروح.